بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إما باسي شي بانا كير مبني، ها باسي مبني فمبني دو جورة بانيا مبني طبان دو جورة جوري كان كام أبو لازم وغير لازم جوري كام طبان كام يا أصلي مبني أصلي معنا أبو مبني العارف معنا أبو معنا أبو أو جاوي كما من الأصل هو شو عشتي باسكي بومان أم جاد بمكان كوتي مبني العارضة كريبة دوبة شو فشي كان فرن لازم فشي كان غير لازم أولا كان لازم لا ينفكوا عن البنائي بان أبو يكيم يمتي مبمرعته دوم اسمي شارع شهر موصولاته وانيا شعرا شيت الأسماء ورقعال إيه تنجم شيت وجادي أولا سوزني فعالي فعالي بي كصفة بي يا مصر بي يا أخو مصر علمي مؤنس بي ولا طبعا بلا حجاز يكعنا عشان أصوات أم أصوات وانا أبو أم عني تاي سبو هنا كوتي أمل ريزي مركبات يكن كمبني والعريض يكي لازما لستخصي ما مصيبر كبير أم جاوتي وبعض المركبات يشتيقي تلك مبني والعريضة بلام لازمها لين عبيت وراي قتيت أو اسمه بلا بناء أصلتها معرب وبلام بناء روتيا كدوة وتأم جام بناء بتشكي لازم اللي جان عبيتها وكيا بعض المركبات هند لو شاني كوا مركب وتي بعض كوا هم مركبة تمام مبنيينها عندي مركبة هي زوبان معربا بلام بعض اللي معنا في وتي مركبة كي شيء مبني وكم مثلا بنو منين ليك يعني بنو تأسم وكم على بك وايا يا سيبوي هي أبا بركبه تأسم وايا هني سن هل ما لسه حال إخواناته نو تأسم برام بكون تمركبه كي مبني هو 15 عدد كان نو تأسم واني براكم بلام شين تعذر من بنائي لازم يعني جالي شايف جربوا شيء أبا مركبه بس بعض المركبات كامية وهو كل كلمتين ليس إحداهما عملت في الأخرى. ما بس من بو بعض مركبات أم وهو شذي بو بعض الناس ذي بو مركبات مؤنثة بتاع وهي. بل. وكمان سبيشي وهو يعني أو بعض مركبة كيما على المبنية كامية كل كلمتين. بل. همودو شيكا كالأصل دوش أبو به. بل. حالي براكم يعني إستمسن إستل إستدو شبه. لأصل دوش أبو به. يا لحالة أساسا نجيب دو شيء باشا برام كليست إحداهما عاملة في الأخرى هيك لو دو جزء عامل لي لبي تريانا هيك لو دو شين وتا عامل لبي تريانا وتا بشواسي مضاف إليه نين وكو عبد الله سا عبد الله حبت عامل لع الله يعني. باشا برام كابو مثلا آية جاك عليه هيك لبي تريانا عامل لي لأصل دا لأصل دا مثلا جزئية كم إعرابي هبه جزء دوم إعرابي محل إعرابي نبي يا هل كان فيكو محل إعرابي نبي يا هل جزء أخوي محل إعرابي هبك أو على قمة فيوينية قرنك أو يا أمو شايا إيشان ليت لنا عاملنية عالي براكا بوشي أما يقول وتي ليست إحداهما عاملة في الأخرى أم قيدة بوزاك مصبع ببعض المركبات همودو كلميك كإيشان عامل نبي لبيت لنا يكون المركبات فيها شو ما أخوي نبي ما تعبت شرنا بلا خربان محل إعرابي أبو وأبو بلا خربان جيت تعبت شرنا جملية كفيك أتوا هل جزء عامل لي تدا تعبتها عامل إلا شرنا بلا وكو عبد الله تعبت شرنا وكو من زيدون إن زيدان هذي كلمة نابو كابرة أمانة إن زيدان نابو كابرة أبي من زيدون يا من زيدين نابو كابرة هيك ومنك عاملة جزءك عامل لي تدا تيجي شو براكم؟ أمانة محلي عربيان هي. بل. واضح براكم؟ إيه. كابو كاودي شيء وتي ليس إحداهما عاملة في الأخرى. واضح براكم؟ أم جاوتي كل كلمتين بوجيني كل اسميني. وتي كل كلمتين همودو كلمتين وهم كل اسميني. معني؟ بل. بو عيوت. اسمه كان مين معربن كلمة أخوي معربني يا هذا جان القارني وتعيش كل كلمة في الأصل أو في الحال فيشمل ستة أقسام.
ستة صح ايش حلو ستة تاع داي انا لا يقول شيء وتي اسمي لا يقول اسمي وتي شيء كل كلمتين اسم زمان فارش تانيا بركبه كا ويتي يعني نكا مثلا اي بيكا اي بيكا صحيح كمان لبروي كوتي كلمة عام تربية تا شو كأقولي تعدو اسمين دي خوستي بوي هي مركبني لدو اسم مرسل لاسم يقول صوتك ما وأنا أقولين بتأويل صوتك صوتك باسم حسابنيها شو داري زي كلمة والله صوتك نعم هو اسم كاو كوتي اسمين كلمتين عام تري كده لدو كلمة لدو اسم في قاعد بيه لدو فعل في قاعد لدو حرف في قاعد بيه لحرف يقول اسم بيقعد بيل لفعل كله اسم بيقعد بيل لحرف يقول لفعل بيقعد بيل مشكلة نية حالي برا أمي دو همي أو قصيك همانا النجم والصعيق والصعقي نجم والصعق والصعبا دو كلمة دو اسم وعني برا مركبني النجم والصعق آه. حالي برا كم مركبني يا كم مركب لحرف يقول مثلا البلا بلا بلا وشي حساب كي نابته وشي ويوتي كلمة تعام به مركبة كبيرة لدو كلمة جادو كلمة هاد شي هي فعشا برام ايه جامجا جعلتا اسما واحدا او دو كلمة كي كان اي لبتان عاملنية مرجع كتريشي چيها او يكرابن بيقناو بيكس كرابن بهادو كان كرابن بيقناو ماك هل يكان نايك ومعنى البرشي بس يكو هادو كان بيكوا وكو سيبا وي كلام بو يكز وكو بعلا بكرام ولا بو شعرك بلا ديك او مجيك يو تاني شان حاليو انتر انا عاملنا بي مجيك تي شان جعلتا اسما واحدا حالي براكم يعني مثلا مجموعة كان فيك وحلمونا بي فإن كان الثاني صوتا بنية اقل جزء دو همي او مراكبة دنبو او حدو كان بمنية بم جزء كم شو دو همي بلا بنية يعني بنية الجزءاني يعني حالي براكم بوش يدو كان مبنية بنا قال لهم بسن كان الثاني شو قال صوتك اخوي حرف وان صوت اخوي مبنية لفيش اخوي وانيا وياك اخوي وي مبنية اما او قد الكبا بجزية كميشو جزية كم حالي عرابي نامي شو كشتي فيو نكاو تاصل ديارنا اخيري ديارنا ما أو يعني كابو جزء دو يكم محل يا رابكيد جيلاوة جزء نوش خوي مبنية كابو هدو كام مبنية إيه ده بلا برودي وكسر الثاني وكسر الثاني وفتح الأول آه كذا كما سمعنا شيء بقينا ما عندنا ليك كذا المساقات ودوا مكان طبعا صوت بو كذا وصل يعني كان بيك وشيء كان يا كم مكان شيء كان مكسورة كان دو مكان مكسورة كيني كمكان مفتوحة كيني بوعة كيني أو إضافة تريبولي كويس أنا ما بنبي إضافة تابع أنا بكسر عامل اللي بتري أنا بو ماك بوعة ماك ها خو من خوي أصل ل نسيبه خوي مبنية نا خوي سيب أجابك بس سيب وي أولين أول ساكن كان سيب وي ويا سيب ويه خوينو ويها يا سيب ويه بس كون بي خوينو يعني دو سكون بشون كادين تنها واو لفتحة لبين أنا أبي سيب ويه آه إيش سيب ويه أي سيب ويه مركبني لا شيء شيء مركبة لا سيبو لا ويه إذا بيع كبير كان بيعك هو سيبا خوي سيبا ولا قال ويها الكين بيكو شي لي ده سيبا ويهي ايوا شي لين سيبا ويهي بقولن سيبا ويه سيب وي سيب وي اه بو انا علين بو شي جزئيه كم مفتوح كدو باخيرك سيبا ما هو تو سيبا با
بس هي مفتوحة كل غبا مكساكن بعد سيب غبا مضوم بعد سيبو غبا مكسور بعد سيبي وي أنا مكسور مع كده ناعو تلعن شو كده قال وي هكا يا هكا سيبي وي زحمت بو أنا مضوم بعد سيبو وي دي صانها قرز بو فتحة من هرزاب وشي للخفتي بل شيا فتحة أعسانة أي دوام وشي مكسورة كين لتقاء الساكنين يا كا ساكنة يا كا ساكنة ها كا سو ساكنة بيه شيا كين مكسورة تقاء الساكنة كين سيبا ويه دي كابو بيه كا دا سيبا ويها نما خلو سيب وي نما خلو سيبي وي نما خلو سيبو وي وما قرصة كساهر قرصة سكونش تيجي شو داق وجبو تقاو ساكين ليه ده سكو بسون سكون عندي قرصة به كابو فتح شيء أخف حركاته ويا فتح هل زلا وخير راوت سيبا بلا بلا باشا بلا بلا رون عمل رون إيه طبعا سيبو يعني شيء سيبو يعني كسر قالن كوا الراغب في السيبي سيب يعني الفاسية تفاح نسيه وده بل سيب كارين حزي لسيوة كسر قرن كواشي بي حزي لسيوة حزي سكرن سيبا وي بل بلا بنا بو سيبا وي كخوي موصاي نحوية كخوك يشكي لعزة كيكلو بيعاني كالنحوة يكن كسر كيبي يصير نحو مستيوة سيبا وي هيبو بل باشا برا ساختري تكشي اجا جزء ايدوها من صوت بو هدو كيا مبنية بي بله که هر دوی کام مبنی به دو هم یا که مکسوره کن یا کمی هم مفتوح کن لبر خفت و آسان کاری أم جارتي وإن لم يكن صوتا أجر وإن لم يكن صوتا أجر دوهميان دهنبو أو بني الأول على الفتحين كان آخره حرفا صحيحا أجر حرف دوهم كلم ركبك على دو كلمة دهنبو دو مكان أو حرف يكم مفتوحة مركب يكم وشي يكم مفتوحة كلمة فتحة ولا بالخفة حريب لكم بشرتك آخرك حرف صحيح كلمه وفو بعلبك كنا أبو شارع لشعمة إسام ركب لبعل كمعنى الزوجة وايا أمجا لشيب لبكش كمعنى هاوريا علي براكم دي براكم إسا كالين بعلبك دي براكم وشي بك طبعا معنى كي قلت أعزاني معنى يعني صاحب يعني رحيم عادي لكم يعني كسر كواخ عن رحم بيه بلا يا خزمي بيه عادي لكم بلا ايه سكا حبيبي بلا ليسا شي مان كدو جوز هي كم مان بفضل بحلة بلا نارين بعل بك نارين بعلو بك بلا نارين بعلي بك رانشي بحلة بك بلا اي جوز يدوهم أخوي ما وتقول مكسورة بعلى بكين يدوم يعني بعلى بكو كامل فينا يعني هذا بعلى بكة بل ويجي دوم مش مفتوح به طبعا ليه نيجي تو بل إيه على ما لم يكن تياكم صوت ما تدار دوم كان صوت بني الأول وعلى الفتح إن كان آخره حرف صحيح نحو بعلى بكة إيه ده بعكر ونجي دوم مش هذا بس فتح به بل الله هو شيء بعلنا يسبو بتيك كذا يقول جايتها أو ولاتها دمشق دمشق بتيك هو ناي بعلبو ماله الله هو شيء بكي لزبان اللغة على ما دقة تعدل ماله علي براكم إيه ليه براك رحم موتى أنا مشيت وحضر موتى ماله إذا حضرة هذا زيد وهم ما شيلك دوها مفتوح أخي لك إيه مفتوحة كأنه رايح حضرة مرتا أيش ناري يا شارك يا قبيلة يا كا بلى ده هدوك يا عم دوانة شين هدوك يا اسم هن بعلى بكا بيك وكلام بيسم
هم حضره مود بيك وهدو شكران بي اسم جزء خيما مفتوح كلاهما دي براكم إيه أما بس الجزء أخي نكد وشوك ديار هلا صفة حي أيش على المشهور صفة حي على المشهور وعلى سكوني إن كان آخره حرف علة أجل جزء دو هاني كم حرف علة بكوتا يكي أو لسا سكوني ما بني يكي وشوك حركة قادة سيقول سبيه كعاو شي باشا سكون باشا وشات يجي أجل جزء كم آخر حرف علة هو أكو معدي كريم أكو معدي كريم بس لا معدي كريبها آخر كيايا ما تقول معدي وكريبة معدي كريبة معدي كريبة شيخ وينه معدي كريبة معدي سكون ما دعوتي بها باش أقول لكم طبعا خلني خلينا معدي كربة طبعا أخوي مشهور للصحاحة كم سنة يكون قرار معدي كريبة بس كون راكية معدي كريب لا تشي حركة معدي كريبة بكرة ولكن هذا هو معدي كرابة فعلا ايه ليه بيعم وعرب الثاني غير منصرف على اللغة الفصيحة معدي كريب يعني ايش معدي كريب معدي كريب ناو بو زاناهي معدي كريب علينا ناو بو ايش اللي زاناكا بطل مالي بعكم ايه الزناي شعير عند شعير ناي معدي كريبة بطل الزلام هنا ناي معدي كريبة ليه بعكم ايه وشي كريب معناه فساد يعني معدي كريب تعالوا كسر قبل كفسادي وبيه في أنتم معدي كريب بطل والله دعاية تقول تناول جول الشاعر زاناو يلا براكم إيه وانا تقول شيء ده صح يا رقم ثلاثة فإن آخر الجزء الأولي وهو معدي حرف علة حرف علة معدي حرف علة إيه حرف أو إن فقيرة عملناك فإن تعالوا آخر كذي حرف علة حرف علة تنصيب وسنترفع الخبر وعلينا ايه ايه في دعاء مرحبا رأينا بتوع ادوزين ايش ينبقى دعاء جامعة صغيرا قوينا حكيكان الله اصلي معدين معدون ومعدون بواو بل كان التخفيف يعني تاك واو كان كيو بيع سيكي دول بيش اقل معدون بيش وابو بيع وابا معدي هذا إلا قاعديها بملا واو تطريب ولا معقل مصروف واو انت باقل مصروف نيدي رأي معدوغة معدوغة جاهني قبل معديون وذاك السوا معديون بلا اقل رابك تقصى كان طواوة اللي واو تطريب معقل مصروف قبل يخين ديا صار فيها هاري بلاكم ايه ديكا كبرد وأعرب الثاني غير منصرف على اللغة الفصيحة. أم جاءوا أعرب الثاني غير منصرف على اللغة الفصيحة. أم جاء جزء دوهم ديار لأن أم أعرب الثاني. نسي في كي وأعرب الثاني. الثاني لكيو. هذا كان يعني. أم جزء وأعرب الثاني. من لازم غير لازم كان؟ نعم نعم. شاك سيدي كزان لي والله شي داخل له مزي بثاني في كير من هذا النوع كم هذا النوع دي كم هذا النوع أولي بثاني نوع غير مصرفي بس ولا رحمتي خالة بدل ثاني لبدمتها نيقوا على سكون إن كان حرف علة نحو معدي كريم فإن آخر الجزء الأولي هو معدي حرف علة وأعرب الثاني أي أعرب الجزء الثاني من هذا النوع كم هذا النوعين كأخذ حرف علة أعواه علي برام ليه فتيجي في بلا فبان على السكون يعيد ومي أوكا أخي
غالبا كي هذا الجزء الثاني جزء دو هم لم نوعين كمان نوع وان كوتمان أي كوا أخيرا كي شيء بيا حرف إلا بيا أخيرا كي حرف إلا بيا لغير بحط بشتى بمجيك كذا كان بعلم مجموعة كذا بدأ غير مصاريف فمجموع كابو بعلم نبدا غير مصاريف دي يعني كابو تنها مثلا تو مثلا في دو مكان جزء دو مكان مجيك اللي قلعها كيف تا كي عربي عربي كان معدي كريبة عربي في يدين كاتك كابن بمجموعي ككل ما بنا بمجموعي في كل بدأ غير مصاريف أجا وزني بيعبو بغير مصاريف هالشيء وقعد كاتن نابي عربي طاوة ناقلة طبعاً في اللغة الفصيحة تي بلا شيء زباني قراوة كفي كان كعربي في هذا أم جاء في على اللغة الفصيحة تي أما قيد أبو كي قيد أبو مبني بني عربي لذلك مع معربون ومبني بني جوزي كم معربون جوزي دوهميات بلا اللغة الفصيحة وياه عربي راكم بلام بلا اللغة دي غير الفصيحة وهاي شيء كا دي كمصريف بيجي بكل مهل نعم بلا لغة غير الفصيحة وجمال لغة الفصيحة على جزية كم مبنية وجزية دوها معربة دي بشتة غير المصريف أي لغة غير الفصيحة شيكا دي زمان زاني ورسل رفل الأسلال كبه ينسيب رفل الأسلال لقواله وأما على غيرها تشبيه له بالمضاف تنويني بالتركيب دي أما بلا غير لغة غير فصيحة يشيك في عرب الأول كعرو جزئي يكمش معربك وكم مضاف مضافك عبد الله إليك بعلو بكين كعبقين توعني حضر موتين حضر موتين وانيا معدي كريبا على باب كان جزء يكم ابني معربة وضاف مضاف اليه واتعني واضحة جاي او كاتي عربة خلصة جزء يكم نالا جزء وكونيا غير فاطحة جزء يكم ابني ناكا ما هو سيبت كيوتي اقر هاتو صوت نبو جزء يكم واني جزءون صوت نبو أجل أخي حد صاحبه أو جزء كم مبني على فتحة به جزء دوهم يجمع ربع به أكو بعلى بكين أقول في حظ بعلى بكر الحضرة موتة بلا بلا ما قال هذا أخي أخي حد في علبه أو جزء كم مبني على سكون من جزء دوهم عربة به بلا شيء أم وعي بلا اللغة فصيحة وكابل هذي كان اللغة فصيحة شاف العوا كجزء كم مبني به على الفتح وجزء أي كان سكونه جزء دوهم معربة به بس هذا غير مصريف نبي باشا أي لغة غير الفصيح على بابين أم جزئي أم بشيدوها ما كصوت نبيع أو كمضاف مضاف لي خفني بوكري جزية كم معربة بيع جزية كم شيء بيع معربة قال شيء خينوانة بعلو بك خينوانة بعلو بك بعل بك بعلي بك حضر موت حضر موت حضر موت حضر موت باشا إيه وين بلام إيه لا تزعل شتيتني أيوة يا سيدي إيش نقول توا؟ ما نسأل منا. نعم. نخرج السر و بعلى بكر وش تكفل معنى الزوجية والظن كله. ناو بوتشي أو أنا خل أمانه هنا. وهذا بعل بك. ورأيت بعل بك. مرت ببعل بك. أوي خلنا. بب. باشا هذا حضر حضر موت. رأيت حضر موتي مررت بحضر موتي وعلي واضح حبرام ايه دايما براك وان لم تجعل وان لم تجعل اسما واحدا اكل اودو كلمه كبرك من فيك ونكرا بناويك بيك وبدنا بوشينك ولكن تضمن الثاني حرفا بلعن دوهم يعني لأخو قري حرف يبو سيلكين فإن لم تكن الأولى لفظ الاثنين لفظ الاثنين بنيا
اگر مراقبه کرد یک دوست دوش مراقب بود. بله. باش هدی که نکرده اون بنابوش تیک. بله. ولی پیتی دو هم مکان لخوگری پیتی بود. و از حرفی که گفته او گفته حرف که دیار نبود. سه دکل. اگر یک مکان لغزی دو نبود اتی اثنینی نبود. لغزی اثنینی. آقا هدی لغز که فکر مبنیه به. مبنی علی فتح. وانیه. بله. هدی لغز که مبنیه به فتح. بله. شكات يك إن كان آخرهما أجر آخره هدو كان حرف صحيح ومبني على السكون ومبني على الفتح باشا بالأم وعلى السكون إن كان آخرهما حرف علة أجر كوتا كان حرف علة بو مبني على السكون هذا أكو أحد عشرة إذا أحد عشرة دو كلمة مركبة وايا هدو كان نكرام بناء وزلامي بو شخصيك وايا أما دو سهميان أم عشرة يكجز الجهبة لا خوكري حرف عطفك تبقى أحد وعشرة وايا وهروها لفظية كما كمان كأحد اثنين مئة لأنك عادي أحد عشرة مبنية على شيء على الفتح أحد عشرة هذه كما على الفتحة باشا وآخر شيء حرف صحيح تبقى أحد لو عشرة جرية ثلاثة عشرة ثلاثة عشرات. بس لفظ اثنين واثنين و. اثنين مع معربة بيه. أكتم معربة. هاي شيء معربة حروفها. من فنها. دائم جاري ثلاثة عشرات. أربعة عشرات. خمسة عشرات. ستة عشرات. سبعة عشرات. وتسعة عشرات. أما هم يسيبن. نحو أحد عشرة وإحدى عشرة أبو مؤنث أبو مذكر ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ثلاثة أبو مذكر ثلاثة أبو مؤنث ثلاثة أبو مؤنث باشا وحادية عشرة كم وحادية عشرة حادية عشرة حادية عشرة إيه باش إلى شيء تسعة إلى تسعة عشرة وتسعة عشرة عشرة تعالي هم ينسي ابن مبني ابن على الفتح حد الجزء كاب علي بلعكم كابو لسلو دو لخوار بيستوى بلعكم غير دون دوانزة نبي دوانزة دو لسلو دو لخوار بيستوى مركب راسي مركبة كين لسلو دو لخوار بيستوى غير دوانزة أو يسيب مبني على الفتح. فاشو براكم؟ إيه. ونحو. ونحو هو جاري بيت بيت. هو جاري بيت بيت. وبيتي وبين بين. أبجعله كوتيتل. وكمركبك مركبك معناها بيا. لدوش في قاتوا. بلي. يوشي كمان لفقري حرفك. بلي. باشا. وارواتيشا. أخيرا كان حرف صحيح حبيب مبني على الفتح حبيب وكو أمن مونيلة زباني على بيها كما الله شد هيوة المفل مفلي على بيها على شيء على جاري بيت بيتا بلد إذا جاري بيت بيتا عن شيء جاري بيت في بيت جاري بيت بيتا وهو فلان جاري فلان كدر أو سيما إلى بيتين بيت فلان كدر أو سيما لأو سيما المانضة يعني بيت إلى بيتين يا بيت ملاصق ببيتين يا حرف جر إلى أخوك إلى أخوك وهي يشيرة إلى بيتين يا ببيت يعني هذا الشيء لقال يدوى حاشر حكيك تقول هو المبتدأ راجح إن الغائب والجاري مرفوع تقديرا خبر هو بيت بيت مركب من جزئين ليس إحداهما عاملا في آخره، ولم يجعل اسما واحدا فبني على الفتح وهو منصوب محلا على أنه حال من خبر المبتدأ يعني هو جاري حال ملاصقا كون ذلك الجار ملاصقا ببيتي واحد بدل واحد بك تقدير كله وبيته 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 ببيتي وبيته وبيت منهم منتهين إلى بيت مني. بلى. يعني كأول طبعاً جار بيت إلى بيت يا بيت وبيت. وابك عطف الأخوان كده. بيتي وبيته. وانيا. بلى. ملاصق بيتي وبيته. بلى. ملاصقاً ببيتي وبيته. بلى.
يان بيته منتهي الى بيتي اه مالي او يشتري لها مالا كيما بلد كاوغا الى فوقي حرف جري ويلا بيه يا واكي عاطفة بيه هل يجي تدع في لك ليه باشا يكرسها جاري بيتا بيتا وشي بيتا بيتا نكرا بنا وشوينه بلد وايش عامل لي اللي بيتي انا بيتا عامل لي بيتا كتير يعني اضافه لك راه ولا اي باشا مش كلام بنا وشوينه اللي بدا جزئيه كمش عامل لي بيتي انا ولا فوقري جزئي دول فوقري حرفي عطفه قلت هيك شيء حرفي صحيحه قابوني على شيء على الفتح اي بين بين على هذا الشيء بين بين ايش بقى ما شيء بين هذا وبين هذا يعني وقع هذا بين هذا وبين هذا ايه اذا بين بين شيء كلا دوشتن ايش دو جزء مركبا الجزء كمان فوقري حرفي عطف حرفي عطف كان ايش عاملني اللي قلت لي انا حرف صحيح كوتا اكشان بني على شيء نكرام بنا ابو شو نكيش بني على الفتح اخينا بين بين هذا الشيء بين بين ايه جيب لك تتوفي كريرا وامستش ولا بين بين ايه اي نساك نخرع وين كانت الاولى لفظ اثنين بني الثاني اقر هاتو لفظية كمان لو مركبك وطبان لخوكري وعبك وحرفك ويشان نكرام بنا بوشتك اقر جزء دوامي لفظ اثنين بو او بني الثاني لفظ دوام مبنية كريه بس لفظية كم معربة به هو عرب الاول يكون معربة بحرف وعبك وحرف نونه هناك حرفين أخيرا إثنى عشرات إثنى يا إثنتا عشرات باشا بلام كاو تي ليكين جزي دوما بنية كين كعشرة كين بلى جزي كم معربة كين بلى كمثنى يعني هناك شيء بيت أروع دي باكا جاو كاتك سبسالة كالي يا ما باشا ونو نبوشي غوي وني مثلنا كبو شي حزف وما مسايو ها اذا ما راسي وانا فهمت واختلف في وجهي حسب فقال بعض انه لما وجهي شي في وجهي شي فقال بعض لأنه لما حذف العاطف كان على صوت المضارع فحذف النون فعرب كما في سائر تثنيتي يعني شيء مستحيل كذا كتوف أصلا شيء اثنين وعشرة نبوة وعفك لا نبي نان كيبك فكل ذبيك هو مضاف مضاف إليه لهذا يقول إضافة لون أروات قالوا إن كان لبوا كأنه إضافة لا ولا عشرة كان جاءوا كاتقيد لقول خلاصنا بين فدرا كاو طول مركب إضافيين معنا. خلاص. من كل كتاينات؟ إيه ما كتاي كتاي اثنين وياه. هو اثنان كده باثنا عشرة. بقولش هو كواو كده أخويا اثنين وعشرة نبوة. اثنين وعشرة وكمان لابد هو باثنين عشرة. وكو عبد الله اللي هذا إضافي اثنين كلا على أساس بلا عشرة. كون كمان لابد تشبيه بإضافة لابد دوا. جاب كاتا أما في دمن الله الله ورد هذا قرر ورد هذا لأنه منقوض بقبيلة 15 فإن حذف منه العاطف معنى ولم يعرف ربما ينتوت شيء الله يفوق أقل وابيه قل 15 زي 15 أبوه وقش لا براوة كجي فجوز زي كم معرب نكرة واني جا جوز زي كم معرب نكرة وتابل الله مع حاملة أما كتولي جوز زي كم تحامل لي دوهمها علي بابا أمير وقال بعضهم إنه اطرادي أبا هذه اطرادة من أسباني عربية كمين تسليك كاتك هذا سبب مركبون من تسليك ربا إضافة نكرابي بلا ونين مثناء وكنوني عربي واكبوا ومبنبون نوني تسليك الرشوة وقاديوك
جوری لام مبنی من روی تیکه دیو. بله. تیکه شدیم. F. نقول تعالى هم الذين ذهبوا إلى أن تثنية أسماء الإشارات والمنصولات مراد بالألف والياء والياء وقد حكى الشارح عن الفاضي عيسى أن الحذف لكون الجزء الثاني منزل من زي تزن الإناث ها 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 عصام فرمت شيء أفرمت شيء حذف كلا ولا حذفك حذف حرف عطفك لما خاطي شيء هو جزء دوم لشوي نكونوني جمع مونس نوني اثنى كونوني مثنى وثاني جزء كونوني مثنى كواك او جزء دو هم هاتو بحرف عطف كو جزء كم جنوني يسك مثنى كما في اذن مع شو جزء دوم كي بو هات يعني عشرة كش شوي نونكا نونكا ما نلعب اما هات زود ولا عم ابراهيم ام جعل فكا فكما انه لا يبنى مع النون حين ذكره مفردا لا يبنى ايضا مع ما هو من زد النوني ويدل عليه عدم جواز اثنين اثني عشر كا وجواز ثلاثة عشر كا فإنه لا يجوز إضافة الأول إلى الكافي لكونه من زد التثنيت مع النون بخلاف الثاني فإنه ليس كذلك فيجوز إضافته دائما لكم على كعبوك سكتشي ليه توعني أما أويا أقبة هاقوا مفرد بها مبني نابو معربه وأنا كمركبك ليه وعنية بلفو بقى أقنوني لقلبي اثنان مبني نابي بلفو معرفة بي اثناني بس كاتا كمثلا مفردنا بها مركب انو نكيلي بكينا معاني او كاتا عشي تريزي مبليب ولو كشي ليه وكو ايك الاسباني عربية توتوا يبلي اثني ناتوا يبلي اثني عشركة بذاتوانا بلهم ثلاثة عشركة عشرة اضافة كلا ولا يكافكة واني بس اثني عشركة ناوتري بو ناوتري على اضافة اول ولا يكافكة هرناك ليه بو شغل شوي نوني تسنيها بو يكا وعشرة كذا شوين نوني تسنية كاية ويضاف من ولا عشرة كذا وانية كده كاية وعشرة كذا ولا شوين نوني تسنية كاية لاثنين يا إضافة ناكلة خلاص يصير فما بيا وانية أما استمع العرب هو العرب ما النبي سكوا أجينا هيج معنى عينة لإضافة كذا كذا وعشا برام جاك سكري رأى ويبو أم نوني ساح حذف كلابا كتي بونو نكاكاتي كشوين كده ما إثناني عشرة أمن نحس فكان خوي إضافني تعذار حس ما ليك عم. بلى. بلت هاك قال لي قصد التركيبة. أبعد تبلي. لقصد التركيب. إما كمان البوجو كين مركب كين بيها كوا. بلى. أبيها ليشتيك اللي لعبين تابر من مجوزة. اثنين عشرة بخوينا وأنا نهب المجوز بدو بيك جوزة. وأنا قلت ما اثنى عشرة. هي بقاضي قصد التركيبة. بلى. إذا فيزنا قبل أما إضافة كذا وتشبيه بإضافة ونورا جزي دون شوي دون كدانيش تو أما أنا هم يعني حكايتك إن كراسي ناقو جي أقر علة هبي يا النية هسا ما على عرف يا قر علة هبي لما خد الكي وكي إخباش أبرا دوري نحو جاءني إثنى عشر جاءني إثنى عشر رجلا إثنى عشر رجلا ليها إثنى عشر رجلا جزية كمعربة بألف بل جزية دوام مبني على فتحة ورأيت اثني عشرة اثني عشرة نصف كي بيايا رغم عشرة المفتوحة وهي مبني على فتحة مرات باثني عشرة رجولا حرص عشرة كشي بناك وراء اثني كشي ببيا واضح واضح حبنا كعبو أقرهاتو اثنيني بو حسن جزية كمعربة رغم جزية دوام مبني هنا وبعض الكنايات يكتر من لوانين كبمنين ولازم وعارضة بس أقصي ما مصابر كبير بيتي لهندي للكنايات ويكاوتي هندي يعني كابو هم كنايات مبنينين هندي للكنايات مبنية كنايات شي ما مصاب ما معنى الكنايات أن يعبر عن شيء معين بلفظ غير صريح. طبعا أويا كقول تعبيك إذا اشتكي ذلك لا والله بلفظ كنا راسخ. وايا لفظ كنا راسخ بكاره هني بوي كأنه معنا كبعيني نا ناوي نابي. شيء كنا راسخ هنا كبو ما بين هنا كبو هنا خلاص أو هنا. أو كنا هاي أو هنا بين اللي هنا دينه يعني أما كنا هاي كتوت هذا خوش كلام ديكا. وهو أكو شيء أو بعض كنا تاني كمثلا مبنية بين أقول لفظ كم بل إذا هو شيء كم الإسبانية العربية
مودوشو بكاري هنري يا بي سيفان بكاري هنري يا بو خبر أدوس لو معنى هيك يا برسالي في أجي كم دينار عندك كم دينار عندك تلف على فيها أو برسالي إيران كم دينار عندك عشان أعرف على فيه هو مطلس كده أو غوري كده بقى خبر جعل خوش يلاه يكونوا للي سيفان كم أمو شيء كم بلاك أما أنا رن أنا شخصي ما هو صابر أنا كمكان يعني خوي أصل اسمه هو معرض به والله نسيبه على ظن مبني تروي كدوه أنت قلت لازم مبني على سكول تهرنا قارة هروع هو على بلاك أنا راسي أقصد وطاق على مبني الأصل إنه معنا أما أنا مبني أبغى قسمي كم أو قسمينه وكم هو صابر والله تبي شخصي ما هو صابر عندي قاعدة ده بعشرة يقول شيء للاستفهام استفهام برسالة شيء برسالة عدد لجمارك تو برسالة جمارك كم كيف كم كيف فينصب ليه فينصب ما بعدها على التمييز لو كاتها أو يك الأدواء واحد منصوب على التمييز لو كتير كابو استفهام وبيت التمييز كم منصوبه أجر كم ويستفهام وبرسالة بو برسالة كان العدد هيك أبي إلا تمييز كم شيء بيت منصوبه أو قاعدتي باشا أقول شيء كم رجلا كم رجلا عندك كم في أولئك توهية؟ البرسالة الجمالكة جوانا سيانا جودوا لي والله اثنين أو اثناني باشا شير لأيته وهو سؤال عن عدد الرجل وجوابه أنه ثلاثة مثلا ثلاثة ثلاثة كم أنه ثلاثة تفضل فتحي بكذا قالوا ثلاثة تو أو فضل فتحي ايش خبر؟ ايه ايه مرفوع بها باشا اولي الخبريتي كم بوشي بكاري هنري بوها وعضان دي سان لعدد هوالله جماريك هدي تواتي فرسائي لك فرسائي لنا ايش يكيد هوالله دي جمارك او كاردك كم بو خبري بمعنى التكثيري بمعنى شيء بيه زور كدن عين كانوا كتوا كم بكاري هنا عين كعو جماريكي زور تعبير لجماريكي زور اكي خبر لجمالك يزول هذا فيضاف إلى مع بعده أو كذا كما قلت شيء ده إضافة ودواء خوية كده بيه كما تميز ذكي مسلولة بيه تميز ذكي شيء بيه مكسولة بيه شو كما كي إضافة كده بلا شيء ودواء خوية باشا وكولا شيء كم رجولي عندك شاندها في أول لابو تو همي خسار كده كم طلاب عندك شاندها فقيرها بو همي خوان جاندر فينا وتن إيه يسا او كمان شيء خبره لجماري كي زور عدد كي زور باشا جاك ابو الله عليه ما صار فمي فيضاف الى ما بعده الله كما كي اضافه كره ولا كي ما بعده ولا تقاو تميز ذكر شيء مجرور بوا اضافه اه اتفهم خويا كم رجل كم رجال تميز ذكر مفرد يجيب جمع شادي عارف لكم وكل ربني مثلا دائما مفرد ابي مفرد وهين زين كده بيت تميز ذكر بلا نكيده ولا نقول مفرد جمع ايش به بونا إيه وكذا وهميا كذا كذا وشيء للعددي كذا كناية لشيء لش معرية شو معرك أنا عزاني شيء بكاره هني كذا بكاره هني أوان ده أوان ده أنا كل قال هندا أوان ده أوان ده ملعب والله أوان ده إيه والله أوان ده بيت إيه ده بلاكم وكذا للعدد ينصب ما بعده على التمييز طبعا أمري راو قال كذا كناية لعدد شدنية قالوا هاي كناية لغير عددي بل أخوي كنا كذا والله بمطلق كناية جاء كناية للرجل لزمن كذا مثلا يعني جئتك كذا فلان رصاد يعني كناية للرجل كناية للشيء قلت ليش بلا ما وصلك على كناية العدد يعني كابو غالب وهاي أكثر وهاي كناية العدد أنا بغير كناية العدد يجهر هاتو كناية للروجة لستيك لكتيبك وهاي إيه أم جاي ينصبوا ما بعده على التمييز أجا كي كذا كناية ولا عدد هو تمييز كي دواء الشيء كريت منصوب عليه لدواء هو تمييز كي منصوب وكو شو كميسي فهمي كمنصوب بو أم جاي شيء بي منصوب عليه تيكي شي بلام إيه نحو عندي كذا دينا عندي كذا كذا درهم لا من هي أوندا شيء درهمين فاية بلى يعني العامل الجوزانية خلينا ماشي معه خلينا العامل الجوزانية عليه فما اسمه هي اسمه كي منصوب على التمييز
يكن أنا كذا كان أنا كم ماذا هاي ولا ماذا مش برحمان شيء ما مصلي راح بروين برام ماذا كمان بس كائنك كائن كذا من هيو كائن إيش ما هي لا ترى إيش توه؟ إيه كم؟ إيه كائن جو كبير سفامي واحد. على بيك أبغى أسألك شو معنى كم يعني كم طبعاً ده فيقول بوت تشبيها أو كافي كذا ثلاثة كائن بوت تشبيها وأكو أوى كائن رجلاً شن فيا وأكو أوى لا يا أوى وأكو أوى فيا أنا هم ذي واحد ما نكتب بيبرم شيتر وكيت وبيته وكيت وزيت بس هي وكيت وزيت وزيت بعد كيت وزيت كيت وبيتا كيت وليتا كيت ونيتا ايه اولا جوسي للحديثي ايه خوي اصلا اقصكي عرب كيت وبيتا كيت وبيتا انا عرب انا على حيث وبيتا خوي كيت وبيتا حيث وبيتا عربية كدية 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 بحيث وبيتا عربية كيت وبيتا يا كيت وزيتا يا حيث وبيتا باشا أما شيء خوي بركبه كه كناية شيء كناية لح لقسى تكت رأسي كرسي أو كيتو بيتا كه كل واحد في واقعه حيتو بيتا يعني شو حيتو بيتا كناية لقسى كان بلو علي بوي كيتا كناية شيء كناية لقسى كان كيتا كيتا بلو يعني خلي شيء كيتو زيتا بو كيتو زيتا إيه بلو ايه امين هل شيئا بما بنيا بي شو اللي اخوين بيخبي خطر صلوة شيئا كان اخوين او شيئا قال عمر كيت وزيت قال عمر كيت وزيت عمر شيئا ود كيت وزيت كيت وزيت شيئا تعبيدها كينا هاي لك سكعة بطر ايه حيث وبيتان كيبا طبرا البالغ هي حيث وبيتان بطر دايه والبالغ هيك كيت وبيتين والكلمات المتضادة لمعنى إن أو الاستفهام غير أين أو أيتي وهر وهيك تسمعنا معنى كمثلا مبني عريضة شيء هند وشاهد كلا خضري معنى كإن كم إن الشرطية ها إن الشرطية إن الشرطية مثلا كام إنا كام إنا معنى إن أي الشرطية كسي كلمات كلمة المجازات كلمة المجازات كلمة آخر كلمة المجازات خير خير معنى يا كلمة المجازات لكن شو خير معنى طبعاً لعم جانا فرمية كومالا اسم من هي تزم فعلين على معنى إن كده معنى كيف كلمان خوي كيف وقع وزر معنا إيد فعلي مضايا مزر معك ترى أين أين تكون أكون بل كلمان متى متى ما إذ ما بل أين ما أين ما تكون أكون شتش تبير دماء حيثما ايه حيثما لبيرنا ما وين ليه ما وصايو او شعليك لفقري شيء معناه اني شرطيا وكو او شاوي او شعليك فعلا كلم المجازاتي كو او شمع عن هي كفعل دو فعل مزدوم كلمة معناه اني انت يا ده خوي وش كان شيء مبني اين خوي شيء مبني وعنيه
حيث ما إذ ما متى متى ما بلخ وانا أخوان شين مبنين إيه باشا بلام بلخ أبي الاستفامي يعني أو اسماني كواشين أو كلماتاني كلمة لأخوغرين معنى استفامي بلخ لأخوغرين شين معنى استفامي حالي واي غير لفظ أي أيتي وايا هو طبعا معرب بابا اسمان كده بلخ أولا نفهم شي أبن هل مبني أبن وهو شيء أو اسماني أو كمالا كلمة كده فوقي معنى استفهام بن معنى استفهام لا فوقي معنى لو كشيء كمالا كلمة معناها بن لا فوقي معنى استفهام بن لو كشيء راح كم هل يبقى كم بس تتضاو هل كي سهل قلوه بمعنى استفهام لو أكون من من ما أكون من إسامان ليه بلعك وكو أين وكو كيف إسم من عني من مني موصولة المبنية أو كما نكيد لك وقري معنى استفهام به هر مبنية أين هذا لك وقري معنى استفهام هر مبنية كيف شيء أمانة كمال غشان كلمات هل قريشين معنى استفهام شو كأين هو مكان بكاره ربنا ويستفهم بكاره توا وايا بلى ديب لكم وبعض ظروفي متناول جنابي فاوت وسط طاقم وبعض ظروفي بلى هذا الشيء ايش معناه ظرف عند ظرف بلى او ظرف عن الشيء عن المبني عند ظرف ايش معناه ايش مبني هذا بلى كم هي الظرف عن كمبني هذا نحو امسي ايه أو الظرفاني كمثلا كان بعض الظروف كان في بعض الظروف ثانية اسم زمان به يعني اسم مكان به ويك أو في بعض الظروف عام يعني إيه بلا شنيه ما يجمع معنا بجينا بلا ما يجمع شنيه يجمع معنا إيه هو كشيء من هناك هو أمسي إيه أمسي مبنية لا سكسرة وابو شيء مبنية الظرف على شو قال الظرف هيك لا اخواني معناه حرف تعريف او علي بلى لك وقري شيء معناه حرف هيك كعبو محتاجه ببو حرفه وين مبني بو اي طبعا كل سماع على عرب وبراسي بلى دوهم قطو 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 باشا قطو اي شيء اللغات قطو باشا دي طاكو فتحي قافك وضمي طاعك قط هواي فينا جاري وها شيء كيف طاعك تخفي له قط يا قطو بلى قط يا قطو باشا إيه جاري وها قافك جاب قط هو عندي لغة قط قافك ما بو مكان جاري طاعك ساكنة كان كابو لغة دي زودة تنشط لغة دي تدرس بو وين وقطو بشدة وان يقطو ببشدة مدوان قطو أمسيان قط أمشوار ويا قطو أمبينش قطو قطو بلى إيه حميشي بواشي وشي قطو طبعا بو معنى ماضية يعني وقت ماضي رابي دو كان فيك رابي يعني فعلي ماضي معنى ما رأيته قطو دائن بوشي أبو زماني ماضي نفكر عاو تأكيدا بو زماني رابدوك تكر عاو نفكر عاو إيه دائبرا وعوضو وعوضو عوضو عوضو شيء بحمان شيء وظرفه مبنية بل شوك عوضو بضمي بلا مشهورة عن الشيء فتحي عينك وضمي ضادك عوضو بل جاي واشي عوضي جخوين واني عوضي جخوين واني عوضة عوضي أميان بوشي أميان بو زماني مستقبلة والله مستقبلة كي من فيه قال لا أراه عوضو أبدا نايبين كابو وشي عوضو بو زماني كي داهاتوين في كلاه إيه ومذ ومنذو واني بهمان شي وكوك مانا حرف جرن بلاي عندك هو يمكن أنا ما أنزل جورجاني كبحرف جر يدانون إني بظرف في زماني عندان إنه كان بحرف جر كان ظرف إضافة كده أو نح حرفه يعني ألا ظرف إضافة وعند دواعي تاني وكل دواعي
كعور حرف نينا معنا ما اسم إضافة كعور نك حرف جر اسم مجهول كبير باشا إيه جعل قوسي مبني كعور منذ الله شو كان لو مضاف إليه كان سرين راو محتاج مضاف إليه كان عليه بالعكم بكو قبل وبعد كذلك إضافة مضاف إليه كما حصل كل من يبوه مبنية به أبي أتبع مع السيوة عن راو كان هو عليك إيه وإذا وإذا ولما ومتى طبعا زين مذوب شيء مذوب بزمان يعني بزمان زمان رابدو ما رأيت مذ يوم الجمعة يوم الجمعة ما رأيته منذ يوم السبت. بلى. يعني يقول شيء أبو زمان رابطه. إذا. بلى. إذا ظرفه. ليه بالعكس. هاي يقول شيء أبو زمانه. طبعا كم زمان؟ زماني حال. بلى. عارف بالعكس. إستع. وإذا كان فيهم أجر لو أنا لأعي أجر لو أنا إستع تياك وياك يا بيه. عارف بالعكس. بلى. إيه. كده لا تواضي وإذ ولما التعينات بمعنى الوقت إذ لقال كيف إشاء لقال لما يا أمانا كتبوا شي بكاله يا هنرين بمعنى يبقى بمعنى كات بل. يعني بو زمان طبعا إذ زانين إذ لبراكم إذ معنى زمان زمانة كيف زماني إستع بل زيادة معنى إلا جاكين إلا طبعا شيء إذ ذات معنى إلا جينا يعني لبر أوى إذ المصالة شيء علي لم أذهب إلى علي ذهبت إلى 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 حلبجتي إذ أني محتاج ها إذ أني محتاج إلى الذهاب ثم الله وجزاك من في سبب سلطان أم إذا دائما كبكارن الرستاء ذوب معنى إلا تدوري كده عارف إبراهيم إذا وقعت الواقعة أو إذا كي أو إذا أو إذا كي بس الزمن كعكة هر كعتك أو رودا أو زمن اللي مطلقة الله كي يعني ده هتقول شيء كي وير إذا هو زمن الزمن كحاضر يا مستقبل به إذا هو زمن بلا معنى إلا في ذاتك كي لما من هي لكن لما على متوقع انتظاره ده إبراهيم أم لما يكاتك على مثلا كعلى ظرف مبنية بظرف دانين كمعنى وقت تابع معنى شي تابع وقت كات بلخ الله شي لا يتولى صفحة كات يتعقب يواد يا تو نو دخل أنا بسلو يشتي تدفن من يفار يشتي هذا تو فين نبعي إذ ما إذ أو فرمي أوي أمسي أنا إذا وإذ ولما معنى كادية أقول أسألوا شيء كده فلن يقول إيه فماسي وش عنك إيه سألوا لشي أبقى أما إذا بظني للزوم إضافة إلى جملتي كان لم تكن مضافة إلى نفس الجملة فالحقيقة بل كان مضافة إلى مضونها وغير مذكور صريحا كان مضاف إليه محذوفا فلهذا شابه بالغاية الذي حذف مضاف إليه وإنما لا يمنع على الضمير كوني آخر ألف وألف لا يحتمل الضمة الله يبقى شبه شيء إذا إضافة كلا وشو مبني كلا وشو كأمي صايا إضافة ولا شيء كلا بيس إضافة كلا ولا جملة بلد يلي رأى جملة كلا ما وقع إضافة كلا ولا مضمون الجملة مضمون الجملة كيش كمعنى كيا صريح نبو كاو كانوا كوي مضاف لك حذف كلا به أو كانوا كوي مضاف إلى غاد يعني كوي مضاف عليك قبل وبعد إلى هذا مضاف لك حذف كلا هو كي يصير مضاف لك مبني كلا على دس الضمة وضم أبو فتحة أبو ياشين شو قال هو مبني على الفتحة أبو لسكون ولا سأ ألف وانية لس ضم أبو الله شو قال ألف ألف قبول ضمنها كوانية أما إذ فنقول إن المشابهة المقطوع إضافة كإذا لو إذا وايا إضافة إلى حذف كلاه وأما لما فتعداه من الظروف فتعداه من الظروف مبني على ما ذهب إليه من مالك واستحسن من هشام وما لا إليه المصنف وأن لما لما لكوني مختصا بالماضي وكوني مضافا الى الجمله يكون كاذ على بوشي لما لرزي ظرفها قل لما لرزي حرفها بالجرجاني بحسابي كدوا على حرف جازميه واني اي باش اقول لها لرزي ايوا هنا حسابتان كدوا ظرفها على باب الاستقصي كيان
لسق سي ابن مالك وهروى ابن هشام مصنفة كيف يعني ويا أبل ما يخاص بزمان ماضية وإضافة كيف ولا رسته وكو إذ واتاني وقوي القول بضرفيتك وعبو أكسراس ما يصير بكول إضافة. وقال العصام في شحية الخيصي إن لما ليقوع أمر ليقوع غيري بحيث يكون وقوع الثاني مع الأول محية المسبب مع السبب المقتضي فيلزم من ذلك اتحاد زمانهما او كبرى فرمي عصام فرمي لما بوشي بور وداني كالك لبر وداني غيري خوي امين شر ودا لبر يشتكي تروي دعا وايا بلان دوها مكان لقضيا كمكايا وكوشي سبب مسبب كاو كاتو كوشي لهاد زماني زماني هدو كان يكا زماني سبب مسبب كيشتا زماني دور دو فعلكا روداوكو كيو بساكو كيو وايا ابن سراج وابو علي وابن الجني وجماعته قالوا ان الزمان مدوله وانه ضيف مما نحن ان اوان جرى ابن سراج وهل وها ابو علي ابن الجني وكمالك قال باب يعني لما بو زمان الزمان معناه لما كابو ضيف مما نحن بلا مرده ابن خروف بينه لو كان كذا لما صح ان يقول لما اسلم دخل الجنه عليه اوان عليه كاك يعني ردي كاري المخر ولا وقتكدا رازنية ولا مناحينة إيوانية ما قال لما أسلم دخل الجنة فإنه لا يصح أن يقال حين أسلم هو مخالف للواقعي تقول لما أسلم كاتك مسلم هو شده باشته أقا مناحين يعني كاتك مسلم هو شده باشته ديواني أخو وانية هو وانية كابت شمين زودة شبه هو جيب عنه بينه مبنيه على المبالغة الله كاكا إيمش بو مبالغة أما نقم سنبولي وقال سيبوهي إنه يكون مثل لو وهذا يعتمد يكون مثل لو في كونه للمضي أو في عدم كونه عاملا أو في عدم كونه ظرفا إيه أما حكاياتي كتاب ولا سر أم لم معي إيه شيت المهم ها لا وصل أي زميل ذكاء أنا ربو مثل هذا إيه جيش السر و ومتى ام جاكي متى متاو الناو ايانا وكيف وحيث لدع ولد كاف على ما شاء الله رازولا وعن ايه راح تبعد يا بوسي ان شاء الله طاولنا عليه الاخوان